رامي ربيعة بصراحة يعني يعتبر حاليا أفضل مدافع في الدوري المصري. في أول 5 مباريات أفضل مدافع في الدوري المصري رامي ربيعة، أكتر لاعب بيستخلص الكورة 17 مرة النهاردة، أكتر لاعب بيعمل تاكلينج صحيح، وكمان مدافع بدرجة صانع ألعاب. هو ميزة فايلر، فايلر ليه دايما لما شفنا أحمد فتحي بيحطه في كمساك؟ فايلر عايز المدافع يبقى صانع ألعاب، عايزه يبني الهجمة من ورا، الاتنين اللي ورا دول. رامي ربيعة أحسن واحد بيعملها، مميز جدا. رامي ربيعة مدافع متكامل بصراحة. في مدافع يبقى مثلا عنده القطع الكرات مش عالي قوي، ده ربيعة عنده الحتة دي، عنده الالتحامات الهوائية عالية قوي، عنده البلوك عالي، عنده التمرير الطولي والتمرير القصير عالي، بيتفوق جدا في الأخطاء، يعني في إن هو بياخد أخطاء من المهاجم. فربيعة مدافع نموذجي، مدافع عصري، لو كمل كده بإذن الله إن شاء الله وابتعدت عنه الإصابات، أعتقد إن هو هيبقى أفضل مدافع في مصر بكل تأكيد في نهاية الدوري بإذن الله. ربيعة بيقدم يعني صنع فرصتين، مدافع النهارده رامي ربيعة صنع فرصتين. عدد التمريرات لو استعرضنا أرقامه، عدد التمريرات الطولية 7 تمريرات طولية صح، منهم 7 صح، يعني 7 تمريرات طولية منهم 5 صح، وفاز ب2 التحام هوائي وصنع فرصتين. يعني تخيل حضرتك لما مدافع يصنع فرصتين، ده بيأكد طريقة أصلا لعب فايلر، إن أنت عايز مدافع المفروض قلب دفاع، قلب الدفاع اللي هو المساك كتير. اللي هو قلب الدفاع لازم عند فايلر، قلب الدفاع بيلعب كصانع ألعاب كمان، بيحضر الهجمة من تحت وبيديك. هو عمل واحدة نموذجية في الشوط الأول لرمضان صبحي اللي عبد المنصف أنقذها عملها واحدة، هي دي ميزة رامي ربيعة. وذكاء رمضان، لا وذكاء رمضان في الجون ان هو غير، هنتكلم في الجون تاني مرة تانية. طيب دي حاجة مهمة جدا لربيعة. أيمن أشرف برضو بيقدم، أيمن أشرف بيقدم مباراة يعني مش وحشة. مش عايز الناس تظلم أيمن في حتة إيه، إن الكرة مثلا لما بتتلعب من وراه بيبقى هو السبب، لا مش هو السبب. حتى فايلر في المؤتمر الصحفي قال إيه؟ قال انا بدافع ككتله واحده وبهاجم ككتله واحده، ما تحملش لعيب. يعني مثلا الماتش اللي فات في الهلال السوداني لما الكره اتلعبت من ورا ربيعه، يبقى مش ربيعه السبب، هو فكر المدرب بتاعنا كده، ان انت هتلعب دفاع عالي، عايز تضغط ضغط عالي، وبالتالي التمرير الطولي من ورا هو ريسكي. يعني ده دي طريقه، هو عايز يستحوذ وعايز يلعب كره هجوميه، ودي الكره الحديثه زي ما هو بيقول. فانت ما تلومش مدافع في خطا، لا، المدافع او الطريقه الدفاعيه ككتلة واحدة للفريق هي دي الفكرة. كلامك هو التغيير الأول، واحد كسبان 1-0، لو أي مدرب تاني كان عمل إيه؟ ما كان طلع وليد سليمان ونزل أليو ديانج الأول. لكن هو طلع وليد سليمان ونزل وليد أزارو اللي هو يدافع، يعني يأمن بقى، عايز يأمن. لا ده يعني بيهاجم أكتر. لو المدرب اللي هو الطبيعي يعني اللي هو اللي فكره مختلف، يقول لك انا جبت جون وهامن، هجيب جون وامن مظبوط، وكده كده الكره تطلع قدام وبتاع، ممكن نخطف جون تاني وخلاص. لا هو لا هو بيفكر تفكير، عايز يطبق تفكيره من خلال اللي هي الكره الهجوميه، حتى من خلال تغييراته اللي هي الكره الهجوميه. خلينا بقى نروح ل حسين الشحات ورمضان.